يا اهلا وسهلا، من فضلك ممكن تنصب عليا؟ ولاد الحرام ما خلوش لاولاد الحلال حاجه. ايوه والله يا استاذ. عزيزي المشاهد، بص حواليك هتلاقي النصابين كتير، وكل النصابين هتلاقيهم ناس شيك لابسين براندات وعربيات فخمه وتحسهم كده ناس تقيله. ليه؟ عشان يغفلوا الناس الطماعين بسهولة. عندك الأستاذ أحمد مظهر في فيلم العتبة الخضراء كان نموذج مثالي للنصاب البرنس، لابس متشيك ووقته سمين جدا. تعال نرجع شوية بالتاريخ لسنة 1918 عند أستاذ النصابين والمدرسة تشارلز بونزي الإيطالي الأصل اللي كان مقيم في أمريكا. الراجل ده خد مبلغ من قرايبه عشان يستثمره، لكنه فشل وخسر 70% من رأس المال، اتبقى 30. الراجل يعمل ايه؟ قال لك اخد ال 30 ارجعهم بدل ما اخسر كل حاجه. راح يرجعهم عشان يقول لهم معلش خسرت الفلوس. الناس قبلوه استقبال الفاتحين، افتكروا ان ال 30% دول ارباح، وهو لقاهم ناس طيبين الصراحه فما قالش الحقيقه. تاني يوم لقى الناس دول جايبين له فلوس اكتر عشان الارباح كانت كتير. ناس طيبين قوي قوي قوي، طيبين قوي يا خال الناس دي، قصدي طماعين قوي. المهم بونزي لقى الموضوع حلو وسهل وجميل، تطلع ارباح اكتر تيجي لك فلوس اكتر. كان بيعرض على المستثمرين انه يديهم ارباح وصلت في بعض الاحيان ل 50% كل 45 يوم، وطبعا ده كان مغري جدا للناس، والناس تعمل دعايه ويجيبوا زباين والفلوس عماله تكتر. بس الموضوع انكشف ازاي؟ في اغسطس 1920 الناس راحت تسحب فلوسها فما لقتش حاجه تسحبها، وبونزي بقى اتقبض عليه واتحكم عليه ب 14 سنه سجن. في فلوسي يا بس ساب طريقة سهلة جدا لأي حد عايز يستغل طمع الناس ويشتغل نصاب، وتسمت باسمه بونزي سكيم، مخطط بونزي. وأجيال بتسلم أجيال ونصابين بيجيبوا نصابين، مفيش دولة في العالم ما عندهاش النصابين دول من سنة 1920، لا ده ممكن منذ فجر التاريخ، ومع ذلك الطريقة شغالة وللأسف في ناس بتصدق. الموضوع بيبدأ إن النصاب بياخد فلوس من المستثمرين الجداد ويروح مديها أرباح للمستثمرين القدام، وبكده الناس تاخد انطباع إن الراجل ده أمين ونزيه وشغله نضيف وبيكسبهم. والأنشطة كتير، يقولك بقى الفلوس هيشغلها لك في العقارات، تجارة السيارات، أدوية، كروت شحن، أي حاجة. ده بيشتغل فيه عشان يدي الطاقة إيه؟ في البيزنس. في البيزنس؟ ايه مؤهلاته عشان يشتغل في البيزنس؟ النصابين قدام الطماعين لو قالوا لهم لبن العصفور بيكسب ولا بيض الارانب هيصدقوا، بيدي للناس ارباح فالناس تطمع وتدي له اكتر. بيشتغل في البيزنس راجل بيراعي ربنا، هي دي مؤهلاته. امي بتراعي ربنا، تشتغل في البيزنس؟ وبكده المغفلين والزباين يكتروا، وهم ما يعرفوش ان البين نصاب عمال يصرف فلوسهم وعايش احلى حياه، وتبدا انت يا غلبان تعيش في مستوى معيشي مختلف، رفاهيه وبذخ وعمال تصرف، وانت للاسف بتصرف من اصل فلوسك. ويجي يوم عايز تجوز ابنك ولا حتى تشتري حته ارض ولا تتجوز تطلب فلوسك، يقول لك كان على عيني. عادي يا دكتور، انا عايز فلوسي. فلوسك شغلتها وخسرت معايا. ليه؟ شايلهم في الرياض؟ ويختفي النصاب اول ما ينكشف او يهرب، ومصيره في النهايه السجن. بس بعد ايه؟ بس ليه بعد السنين دي كلها والقصص الكتير الناس لسه بتصدق؟ الطمع يا عزيزي حلم الثراء السريع، ما بتعملش حاجة وعمال تاخد في فلوس أرباح أكتر من فوائد البنوك أو البورصة، وكل اللي بيقعوا في الفخ بيكونوا ماشيين ورا واحد جرب قبلهم ولسه ما تلسعش، فبيتلسعوا ويلبسوا هما الاتنين سوا. الراجل ده بتديله فلوسك بيشغلها لك على المكسب والخسارة، وما بيخشش في مشروع إلا لما بيكسب فايدة، دبل فايدة البنك. وطماع بيجيب طماع بيجيب طماع، والشبكة بتكبر. وكمان عندك قلة الثقافة الاستثمارية، احنا مفيش ابتكار، اللي بيعمل مشروع بنقلده، بنفتكر ده اللي بيكسب وما بنجيبش جديد. زمان مثلا كانت كروت الشحن بتكسب، كلنا بقينا نتاجر في كروت الشحن وفتحنا سنترالات. الصيدلات بتكسب، كل الناس بتتاجر في الأدوية. النصاب بيلبس طاقية ده بطاقية ده، وانت بفلوسك معايشه أحلى عيشة، رفاهية وإيه ودلع، مصيره في النهاية السجن أو الهروب، وانت في الآخر هتقعد تعيط. ده في ناس بتقفل مشاريع شغالة وبتكسب عشان تدي فلوسها لحد يشغلها لها ويكسب هو من غير تعب، وفي الآخر بيخسر كل حاجة، ومصيره بقى زي ما بنشوف في الأفلام، يا سكتة قلبية يا شلل نصفي. راجل نصاب بلف لي دماغي في دقيقة وبعلي تراب وغفلني، ودي حقيقة. والنصابين دول والجشعين أو الطماعين خطر كبير على المجتمع، فلوس عمالة تترمي على الأرض، المجتمع بيخسر ثقة المستثمرين الحقيقيين، وبيخسر طبعا فرص عمل، لأن الشعب كله عايز يبقى رجال أعمال ومستثمرين. في النهاية ما تخليش حد يبيع لك الوهم، واللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتشترك في القناة. شكرا، أشوفكم الحلقة الجاية.